لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال يرد إلينا، تقول السيدة أنه قد ينزل عليها بعض نقاط الدم قبل الولادة بيوم أو يومين، فما حكم الصيام؟ هل نزول هذا الدم يؤثر على صحة الصيام أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق أن المرأة الحامل إن نزل عليها بعض نقاط الدم قبل الولادة فهو دم نفاس، لأن دم النفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة، والحكم الشرعي أن هذا الدم هو نفاس ويؤثر على صحة الصيام، فلا صيام للمرأة وعليها القضاء بعد الطهر بإذن الله. هذا وبالله التوفيق.